بقسط قيمته 31 ريال يوميا تقدر تاخذ ظروف الجميله هذه. حياكم الله متابعين وربانيتكم من جديد، اخوكم عبد العزيز، واليوم بدي اغطي عروض جي ام سي وشيفروليه عند وكيل هالجميع بمناسبه شهر رمضان المبارك. هذا الله علينا وعليكم، اليوم من البركات. وقبل ما نبدا كالعاده لا تنسوا من لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ربانيت. والجميع بشكل عام يقدم حلول تمويليه مختلفه مع عده مؤسسات تمويليه، طبعا مع الجميع اصبح امتلاك السياره اسهل بكثير. العرض على التوه بكل فئاته من الاس الى بريمير، وعلى يوكن بكل فئاته من اس ال اي الى الدينالي، 50% من سعر السياره الان و50% بعد 3 سنوات، مع 0% هامش ربح و0% رسوم اداريه، واكيد ضمان ممتد مده 5 سنوات و150 الف كيلومتر ايهما اسبق. طبعا اليوكن تاهو ما يحتاج نمدح فيه ومن كلام عنهم، سياره العائله الاولى في السعوديه، وانا واحد من ملاك اليوكن. طبعا تقدم لك بعده فئات وعده مواصفات، منها 5.3 لتر 8 سلندر، وايضا عندك 6.2 8 سلندر تاخذ الماكين الاقوى، وايضا حتى خيارات المساعدات تختلف ما بين مساعدات عاديه ومساعدات هوائيه اللي هو الاير سسبنشن. ومن الداخل ايضا عندك باحر مواصفات تاخذ ستاندر الين اعلى فئات من السيارتين الجميل هذه. خلينا ناخذ نظره سريعه في الداخل. حاليا من داخل التاهو، طبعا التاهو واحده من السيارات الجميله، والفئه اللي معنا هذه فيها مواصفات فخمه، سماعات بوز، عند المقعد زي ما شايفين منفصل، سقف بانورامي بالكامل، طبلون اصبح شاشه في الحديث الاخير اللي نزل على التاهو، ايضا عندنا انظمه دفع رباعي ومساعد السائق جدا كثيره. وعندنا الحين ننتقل للعرض الجروف والكابتيفيا، بدايه مع الكابتيفيا ذات 7 مقاعد فئه ال اس، والكابتيفيا الجميل هذا فئه ال تي، هامش ربح منخفض 0.99%، بعدين عندنا 0% رسوم اداريه، 0% دفعه مقدمه. وتخيل ان الكابتيفيا ب 33 ريال يوميا، والجروف الجميل ب 31 ريال يوميا. طبعا شامل باقه صيانه لمده 5 سنوات او 100,000 كيلومتر ايهما اقرب، شامل ضمان ممتد مده 5 سنوات او 150,000 كيلومتر، و5 سنوات خدمه مساعده على الطريق. وبالنسبه للجروف الجميل هذا الصغير، ستاندر جي شاشه 8 انش فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، حساسه خلفيه ستاندر، وايضا مثبت السرعه ستاندر، راح تساعدك في حياتك اليوميه مع الخلطه هذه الجميله. وبالنسبه للكابتيفيا مع ان حجمه متوسط ولكن يجي بصف ثالث من المقاعد، وايضا عندنا شاشه ترفيه 8 انش فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو ستاندر، كاميرا الرجوع الخلف ستاندر، وايضا مثبت سرعه ستاندر. والحين خلونا ننتقل لعروض جي ام سي سيارة فئه الاي تي 4، 0% دفع اولى، 0% رسوم اداريه، قسط شهري يبلغ 3785 ريال او تمويل 50% دفع اولى وال 50% دفع ثانيه بعد سنتين بهامش ربح 0.99%، واكيد سنتين صيانه مجانيه و30 الف كيلومتر ضمان باقه الافرود، و5 سنوات ضمان مفتوح الكيلو، 5 سنوات او 150 الف كلمته مساعدة على الطريق. وكذا نكون خلصنا عروض جي ام سي شيفروليه عند وكيل هالجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك. إذا حاب تستفيد من العرض في رابط أسفل المقطع، ادخل وعب بياناتك والشباب راح يتواصل معك بإذن الله. أنا عبد العزيز، أشوفكم على خير، رمضان مبارك.